عندما تنزل المصيبة بالعبد ينظر الله تعالى إليه وإلى حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ الله الذي خلقك وخلق في قلبك محبة لولدك يعلم قدر ولدك عندك، ومع ذلك أخذه، وهو أرحم بك وبه منك. يقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا فعل عبدي؟ هل جزع؟ انتحر؟ شرب مسكرا لينسى؟ ماذا فعل عبدي؟ كيف تصرف مع المصيبة لما نزلت عليه؟ فماذا فعل عبدي والله أعلم بحاله؟ فماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.